كمبيوتر. اوكي اي انا طالع لي انت عندك نواف طالع لي قدام اسمك برايفتلي، ما ادري ليش. عموما الحين ياي اشرف، اها اوكي تمام الحين تمام اوكي. أهلا يا أمين، إيه اليوم شوية النت شوية ضعيف، ولكن نحاول كثر ما نقدر. تمام. أنا أساس قال لي أشرف إن مسوين أبديت كاهي. إي والله سويتش، يا سلام. زين خلينا نشوف نقدر نحطها على الشلف. احلى شيء اذا اسمه اذا علاء بدا يتكلم انجليزي شويه فيقول شلف. ضحكني بصراحه. زين اوكي، هني اذا قلنا له الامر سويتش، اها موجود، حلو نشيله هذا، خلينا نحطه هني عشان لا تساعدش نقدر. هلو، اهلا اهلا، اخبار حبيبي؟ يا هلا بيك، الحمد لله، شلونك؟ مشتاق لك يا صاحبي. لقيت السويتش كاهو. ايه الحين نبي شو نسوي الحين؟ لحظة خلينا نشوف السويتش الثاني، بس طبعا ما سويتش بيفوت وسويتش سويتش اف كي واي كي، شنو المقصود ما ادري. سويتش بيفوت اللي هو الاكسس الجزمو. اي سويتش بيفوت في له اسمه توتوريال لازم يكون. والله ما شفت ما شفت، بس البوت اللي هي الجزمو. اي البيفوت اللي هي الجزمو، بس شنو السويتش يعني ما ادري، يمكن يغير مكان البيفوت للكنترول اتوقع. بالضبط. ايوه. طيب تمام، السويتش خليه بعدين، المهم الحين خلينا نشوف شنو بنشوف. يا حبيب الميرور، الله يسعدك. ايوه الميرور الميرور، حلو حلو، خلينا نطلع شخصيه من الشخصيات الجميله. هنشوف ماكس، هذا خوش ولد، الله يغير اسمه يخليه مايا بدل ماكس احسن. اوكي الحين عندنا السوالف هذه، خلينا نقول اشيل الكنترولز. الميرور الحين دينا هني، قلنا له على هذا الاي كي، رجعناه شوي ورا، خلنا ناخذ الهب ننزله شوي تحت،
والرجل هذه كذي، هذه طبعا راح تصير من الشكل هذا، وهذه راح تصير لحظة اي خلينا نستعمل ال controls. هني عندنا التو والرول، نستعمل الرول احسن. شوف الرول، شوف الرول جميل جدا. نروح على الرجل الثانية، نقول select، نقول على الرو رول العكس. حلو. الحين عندنا شوف كان في مشكلة بالرول بالميرور، كان في مشكلة بالرول. الرول الحين شوف الحين 5.4 والثانية ناقص سالب 3.3. كان قبل في ايرور، ان شاء الله يكون عدلها صلحها. الحين نروح على الميرور، نقول عطنا الميرور الاوبشن بوكس. هني سواب، سواب يعني يعكس هذا الى هنا، ويعني العكس يصير يمين يسار ويسار يمين. رايت تو ليفت نخلي يعني الرايت تشابه الليفت، وليفت تو رايت الليفت تشابه الرايت. فالحين هني طبعا هذا الاكسس مال هذا خلي الديفولت. الوورد نفس الشيء، والمين والروت اكس. الحين نستعمل الوورد اللي هو الانفايرمنت كله، ونقول وهني يقول لك كنترول اول او سيلكتد، يعني معروفه يا كل الكنترول او سيلكتد بس. يعني الحين مثلا اذا نزلنا الايد الطريقه هذه، رجعناها لقدام مثلا سويناها كذي، نزلنا هذه رجعناها ورا الطريقة هذه. الحين الميرور إذا طقينا طقة برا، قلنا له مثل الديفولت all، نقول له ميرور إيش راح يسوي؟ راح يسوي سواب، اليمين يروح يسار واليسار يصير يمين كاهو. واعتقد سوى الرول. يا سلام صلح الرول، شفت فظيع ممتاز. خل نسوي مره ثانيه ميرور. اها لا لحظه ميرور. شوف مشاكل، شوف مشاكل مع ان عدلها بال ابو نواف. ايوه ابو نواف، اللي انا شفته حتى بالكنترول اللي بستخدمه على لما بعمل الميرور بعمل نفس الشيء، هي الفكره. بس لو تطلع انت الكنترول بس انك تجيب ال ايش بيسموها اللي على الركبه واسحبها، يعني بس على الامام لانها هي بتكون عكسه لورا. اوكي خلينا نشوف، خلينا نطلعهم. صارت فوق. شايف؟ شايف؟ يعني حتى بالكنترول بستخدم فيه على مشكله بعمل عادي. هذه خلينا نشوف. انزين خلينا اشوف مره ثانيه، نقول ميرور. اوكي راحت ورا، صح صح صح، يجيبها لقدام. اوكي طبعا خطا، هذا خطا طبعا اكيد لازم يتصلح. بس المهم انا استانست وايد ان الرول سواه للميرور، لان الفيرجن اللي قبله ما كان يسويها، فيسوي لي مشاكل كثيره بالميرورينج. المهم الحين هذا اوكي كله تمام. الحين مثلا ابي انا اليمين الـ 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 اليمين تصير نفس اليسار، اقول له هني رايت تو ليفت واقول له ميرور، صارت اليمين نفس اليسار. وين ال هذه مالها؟ هني هذه هني وهذه وين صار فوق؟ ما ادري ليش قاعد يروح يتغير، ولكن هذا هو صح تمام، صارت العكس. الحين اذا نبي العكس نفس الطريقه، نبي ليفت تو رايت، ترجع هذه لورا. وسواب الكل مو سيلكتد، يعني احنا لو قايلين مثلا سيلكتد نبي بس هذه تتعدل، نقول له سيلكتد ميرور، خلاص صارت بس هذه بدون الايد. اذا صارت اول راح يصير الكل، الكل يصير اليمين نفس اليسار. يعني هني اليمين نفس اليسار، وهني اليسار نفس اليمين، وهذه بس. شنو الصعوبه اللي فيها؟ الله يعطيك العافيه. لا الله، انا عشان اول مره بجربها بصراحه. تمام حلو. لا سهله سهله
سهلة إن شاء الله. أمين عنده سؤال يا أبو نواف. أمين إيه تفضل يا أمين تفضل. أيوة إذا كانت في كاركتر. ممكن نعمل ميرور، قصدك كاركتر يعني ما في كنترول، ما في هذا، مو ادفانس سكيلتون. اللي ما يكون في ميرور، اوكي. في سكريبتات كثيره، في سكريبتات ممكن تسوي لك الميرور، وممكن انت تسوي الميرور، يعني هم سكريبت صغير يعني ياخذ القيمه من هذا، من الرجل هذه، ويحطها، يحط نفس القيمه على الرجل هذه. يعني سكريبتات كثيره موجوده، انما اذا ما تبي تستعمل سكريبت ممكن تستعمل السكريبت لايبراري ستوديو. لايبراري ستوديو ممتاز، يعني في ميرورينج، مو بس ميرور، في يعني يسوي لك ميرور حق كل الشخصيات. ممكن يعني انت تسوي سيت اب حق شخصيه واحده وهو يطبقها لك على كل الشخصيات اللي موجوده، اذا كانت كلها ادفانس مثلا، او اذا كانت كلها سكريبت واحد. يعني مو شرط الادفانس سكريبتون، ممكن يكون عندك انت سكريبت يسوي لك الريج، سكريبت ثاني، يعني مو شرط ادفانس سكريبتون. المهم انه يصيرون كلهم نفس السكريبت الريج، يصير ياخذ الميرور. ليش نستخدم الادفانس، ليش ما نستخدم المايا بس؟ انت خليك على المايا نواف، انت حاول تسوي نفس السكريبت هذا بالمايا، واحنا منتظرينك، بس تخلصه قول لنا علشان ناخذه منك. ما ليش تغلب نفسك نواف، ليش تغلب نفسك؟ طيب هو ده درس رقم كم؟ مو درس، هذا بس كان تساؤل عند أشرف عن الميرور بسكريبت الأدفانس سكيلتون، ما له علاقة بالدرس اليوم. يعني احنا كان المفروض درسنا اليوم نطلع، انا كان ببالي ان ناخذ الدرس رقم 23. خلينا نشوف بس، رقم 23 اللي هو هذا. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم يا شباب. نحكي عن الأوبرلاب بس مشان نفهم أكثر. أوكي، يعني قاعد يسوي الحركة هذه، خلينا نشوف من الأخير شنو وصل. هم ما مسوي شيء، يعني أفرجيكم بس نفس ال هم ما مسوي شيء، يعني أفرجيكم بس هو التحريك قديش مهم. يعني نفس الاوفرلاب. يعني هذه الحركة مثل البندول بالضبط، مثل البندول. هو التحريك قديش مهم؟ خلينا نعمل دبل بلاس. اوكي، يعني اذا نبي نطبق، خلينا نطبق على الشخصية اللي يعطينا اياها، ولا على هذه ما يأثر. الحين ما عندنا اي شيء،
أنا ما أدري أول مرة بصراحة أطبقها. في شغلة مهمة نعرفها، في يمكن كثيرين يغلطون فيها، يعني الكتف هذا طبعا ما يصعد كذي، هو ما يصير كذي، لازم إذا بنسوي نرفع هذا كليفل أول شوية، بعدين نرفع هذا شوية، يصير بالطريقة هذه مو بالطريقة هذه، يعني شوف في فرق بين الاثنين. نشوف كنترول شيله، في فرق بين الاثنين، فأفضل ان احنا نحرك الكليفل هذا اللي هو العظمة اللي بعد الكتف، هذا الطبيعي الانسان الطبيعي، يعني في عظمة هني ترفع شوية اذا بترفع ايدك لفوق، فيصير عندك شوية الكتف طبيعي اكثر يعني. فهذا اذا بنرفعه نفس الطريقة، نرجع هذا كذي. ابو نواف كيف نعملهم روتيشن مع بعض؟ شيفت مع بعض، شيفت، ايوه شيفت، يصيرون كذي. شيفت مع الكنترول يصير، نحط هذا كذي، هذا كذي، والايد انا احب اخفي الكنترول اللي هني، اشتغل على الكنترول هذا طالما احنا الكنترول ممتاز. الهيد يلي قدام شوية، النيك يلي قدام شوية، بس هذا شلون راح نحرك الايد؟ اي هذا لازم نقول له، خلينا نشوف هو شنو سوى بالضبط. لحظة، السلام عليكم يا شباب. وينه؟ السلام عليكم يا شباب. ايش ليه ابي اعمل بهذا؟ هذا الايدين بيكونوا اي كي، بس اي كي يعني لما نحرك الجسم بتضل الايد ثابته. الايد اي كي، اوكي حرك هذا الكنترول. طيب اعتقد الريل اف كي عم بيحملهم، لان اذا حرك وين شنو اللي راح يحركه مع بعض؟ هو خلينا نجرب، خلينا نجرب، هل نسوي اللي فوق FK؟ الحين خلينا نحط هذيلا شيفت مع هذا، هذيلا من الوقت اللي يحول السويتش إذا إلى FK. هني لو نلاحظ إن البلند نشوفه هني والله مغير التسميات مسويها غير. هذا نحط مغير تسميات، شلون شو اسوي؟ احط له 10 مثلا، اوكي اي احط له 10، اوكي الحين يصير كنترول بهذه الحمراء تصير هي الاي كي، الاف كي، الاي كي سوري، الاي كي سنتر بافت سويتش بافت، يمكن يرجع مكان ابو نواف. نجرب هالحين نشوف. يلا عليك عليك. سويتش اي سويتش بافت، لا ما سوى شيء. لحظة يقول لك select one target object. والله إذا صارت صج حلوة، معناته يصير مع object معين. يعني الحين نسوي خنطر الكنترول عشان يبين معانا. الحين إذا أخذنا هذا ندني شوي بس كذي، هذا ال IK shift مع هذا، وخلنا نعطيه الحين سويتش بوفيت. صح صح، شوف سوى البوفيت مع الكنترول. هو يعني عشان اذا بتحرك تتحرك مع، يعني يتحرك على حسب الكره،
حسب الكرة. روعة 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 والله حلو. بس ليش الحين شوف رجعه، ليش رجعه؟ خلينا نقول مرة ثانية شفت مع هذا ونقول سويتش بوفيت سوالي ياهني سوالي البوفيتني صح. الحين إذا شلت إيدي طقيت مرة ثانية هني رجع البوفيت يعني مؤقت هذا. يمكن بده كي فريم بنوع. لا أكيد مؤقت. خلينا نشوف شفت مع هذا ونقول سويتش بوفيت. خلنا نعطيه كي مثلا هني شوفوا خذ كي ها أوتو كي فيه عشان في كي يمكن شاله. خلنا نشيل ديليت ديليت. أوكي الحين يمكن على هذا في كي. لا ليش؟ عشان لا نغلب نفسنا خنيبه من جديد. اوكي الاوتو كي مشيول. خلينا نحط كرييت سفير فوق هذا نسوي اي كي نشر على الاي كي يبقى هني. اوكي الحين ما في اي كي شيفت مع السفير ونقول سويتش. اوكي سوينا السويتش هناك. اذا شلنا وردينا رجع بس شوف حط لي كي. اوه حط كيات بروح يحط اي لحاله يحط كيات قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد يعطيك يعني هني نفس البوفيت. ليش؟ زين اذا قلنا له مثلا هذا مع هذا خلينا نقول له مره ثانيه شوف حط لي كي. صار الكي فوق. شوف البوفيت صار. طبعا البوفيت حلو حلو يساعد كثير. مرات تصير في عندك اوبجكت تبي يلف حوالينه. انا شايفها ممتازه. اي والله البوفيت صار تحت الحين. شوف البوفيت صار تحت هني. البوفيت صار على هذا هو يحط كيات. حلوة حلوة اي تنفع. في بعض الامور تنفعها بس السويتش الحين ابي اعرف السويتش. انا يعني السويتش عندي اهم. هذه يمكن تقدر تسويها يدويا انت وعادي تصير. بس شوف ليش قاعد ترجع لحالها مع انه ما في كيات. يعني هل في كيات هني على هذيلة؟ ما في كيات. كا ولا لا ولا كا كيات. هي موجودين ابو نواف موجودين. اي لحظه خلينا ديليت. اي اوكي ان شاء الله. خلينا نشوف الحين. الحين مثلا عندك انت هني هذا اي كي وعليه كي. هذا عليه كي. خلينا نقول له هني مثلا خلينا نسوي له من بس كانيميشن عادي. هذا كي الحين كي من هني الى هني. هني نبي نستعمل الاف كي سويتش. السويتش. اوكي الحين نروح على السويتش نقول له سويتش. اوبا لا 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 سهوله فظيعه سهوله سلاسه فظيعة. اوف 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 لا تحط ولا تصدق اقوى سكريبت شفته. تصدق تدري انت علشان تسوي هذا بالسلاب شنو تسوي؟ السلاب بعرف السلاب تعال حط هذه ودوس هذه مع هذه وشفت مع هذه تضيع تضيع. هذا لا لا اختصر لك المساله كلها من هني. هذه اي كي قلب على طول بالنقطه اللي انت تبيها قلب اف كي. نعم نعم شباب امين شوي الموضوع يعني بدكم شوي عليه بس احنا كان لازم نعرف لانه هذا الابديت اليوم نزل. اي لا حلو حلو
زين مين بيسأل يا ابو نواف تفهمون تعملوا زين تبون نسوي الووك سايكل تايلي هذيك الاوفرلاب يعني خليني اشوف بس اتاكد انه هو شلون قاعد يحرك ديليت زين هو وين قاعد يحط الكيات الحين وين حط رهيب والله رهيب يحط لك الكيات الصح اللي تحتاجهم انت بين السويتش طبعا طبعا حلو اي والله روعة بصراحة حلو الحين هذه هذا اي كي خلينا نحط هذا بعد اي كي اوكي ونقول له هذا الحين ميرور خلينا نسوي هذا ابي هذه تي نفس مكان هذه فبدل لا احطها وماشين واحرك لا اقول له ميرور سيلكتد بعد هني نقول له نقول له رايت تو ليفت يعني نبي اليمين تصير نفس اليسار نقول له وورد سيلكتد ميرور ما سواها شكرا ليش لحظه في شيء غلط سيلكتد اوكي يمكن Y Z لا هي X زين سواب لا ما يصير سواب احنا نبي left to right ما ادري المهم في شيء غلط لا اذا في شيء غلط خلينا نعيد خليني اجيب الشخصية مرة ثانية احنا مش خسرين حاجة زين هذا نقول له الحين هذي الاثنين شيفت مع هذي نقول له عطنا اياهم اي كي وهذي يبقى كذي شوية فوق بس بجرب انا كنت بجرب بس انه شلون يحرك الاي كي يعني يحرك الايد الجسم كله يتحرك الحين نبي هذي هني الحين نقول له selected right to left في غلط في بق حسافة نشرح ونواف اعمل left to right اعمل على left to right على اللي بجنبها left to right ما يصير غلط لأنه الإيد الثاني الإيد رفعها أنت اللي عليها الأكشن هي الليفت إيه left to right يعني وانت بدك الاكشن يكون وانت بدك الاكشن يكون يمين للشمال فانت لازم تحط ليفت تو رايت مش رايت تو ليفت ما ادري ايه يوم انت بدك الايد اللي عليها الاكشن اي صح هو صح بس انا فهمتها العكس انا معناته تمام اذا هذه الحين هني نحول الريل الى اف كي ناخذ هذين الاثنين نخليهم زيرو اوكي الحين ما عندنا اي شيء اي كي هنشوف هذا اي كي لا اوكي تمام اذا حركنا الحين الايد خلينا نشوف شو يصير هذه شيفت مع هذه المفروض يتحرك الجسم كله ما قاعد يتحرك زين شنو اللي يحرك الجسم ايه ابو نواف من ايوه بس من الهب حركه بس هي لا بتقدر كمان من الكنترول الرئيسي اللي على الارض تعمل ليفت تو رايت وبعدين تعمل الاوفرلاب اي كنترول هذا اللي تحت اللي ماسكهم كلياتهم الدائره اللي على الارض هذه اللي انا مأشر عليها بتعمله من left to right بعدين بتعمل الاوفرلاب على الاجرين والجسم والايدين ما افتكر لا
هذه ما افتكر نقدر نستعملها. هذا الكنترول الرئيسي ما نستعمله حق الحركة، هذا اللي ينصحون فيه يعني. يعني انا اذا بحرك الحين لازم احرك الايد ويا الخصر، يعني الحين نأشر على هذا وهذا بالإضافة إلى الخصر، شفت مع هذا وشفت مع هذا، الحين ما قاعد يتحرك عدل، شديد بلا يتحرك عدل. يعني الحين إذا جينا لهني نقول له كذي، اي لحظه خلينا نقول له اول شيء go to reset. اوكي هني نحط هذا اي كي. الفرق بين شنو الاي كي وشنو الاف كي، الاف كي يصير فقط روتيشن. يعني الحين هذا خل نحوله أول شيء، خل نحطه FK، هو الديفولت FK. FK ثلاث مفاصل عندنا، هذا روتيشن، ما يصير ترانسليت، ما يصير تحركة غلط يصير بروك، فأفضل إنه يظل ترانسليت روتيت فقط. ال IK لا، خلينا نشوف الاي كي. الاي كي من هنا تقدر تسوي له روتيت وتقدر تسوي له ترانسليت. شوف الترانسليت يعطيك شكل منطقي تمام، يعني مع الكوع مع هذا. جيسون رايان يستعمل الاي كي اكثر او كله يستعمل الاي كي، الا قليل يمكن يستعمل يعني هذه. الحين شوف هذه سويتها انا من هنا اللي هني جبتها بالطريقة هذه. الحين هذه عشان أسوي الطريقة نفسها هني، هنرجع FK مثلا، عشان أسوي نفس هذه لازم أسوي شنو، أنزل هذه أسوي روتيت الطريقة هذه، بعدين أي على هذا وارفع كذي، بعدين أي على هذا أسوي له كذي بالطريقة هذه، عكس هذا الIK نفس الطريقة بالنسبة للرجل. الرجل نفس الشيء، هذه IK نرفعها نشوف انه قاعد تمشي صح، ماشية صح. روتيت تقدر تسوي روتيت للرجل، هذا IK. اوكي اذا خلينا هذه FK، خلينا نشوف ال FK عشان نسوي نفس هذه، خلينا نحط هذه FK. هذا السويتش مال الادفانس سكيلتون يحول، شوف صار لنا كيرفات، أبي أسويها نفسها، أسوي هذه روتيت بالبداية، بعدين أسوي هذه روتيت كذي، بعدين أعمل هذه بالطريقة هذه عشان يصير نفس الشيء. هذا الفرق بين الاثنين. عمر قنديل يعني 99% من شغله اي انيميت علموه إنه يشتغل اف كي ما يشتغل اي كي. الاف كي حلو تتعلمه اذا ما عندك مخيله يفيدك، بس اذا عندك مخيله للحركه الاي كي افضل واسرع وافضل واسرع الاثنين مع بعض. فهذا الفرق بين الاي كي والاف كي. إذا في أي سؤال ثاني ممكن نعرفه. سوينا ريسيت مال طبعاً أدفانس سكيلتون، هذا يبيله كورس، يبيله قصدي فيديو لحاله. أنا مسوي فيديوهات كثيرة حلوة يعني فيها شرح للريسيت والميرور وكوبي، حتى هذه كوبي إذا عندك شخصيتين هني يطلعون عندك شخصيتين، تقدر تسوي سويتش بينهم وتقدر تاخذ حركه هذا تحطها على الحركه الثانيه، فحلو. وبس السكريبت الاستديو لايبراري طبعا
هذا قطيته خلاص، ما قمت استعمل هذا كلش نهائي، لان هذاك فعلا فظيع يستخدم حق كل الشخصيات مالتك. طيب انا ودي اعرف شلون حرك هو، لازم نرجع للفيديو معناته، ابي اعرف شنو سوى، اللي يعرف يا ريت يقول لنا. تعبير الوش كنترول مساوي اف كي مساوي اف كي فاليدين والرجلين ارم سويتش اف كي ليك سويتش اف كي، سوهم اف كي كلهم حطوا اوكي. يرفع له هون كتفه، شوف الكتف شلون رفعه، هذا قصدي، هذا الكليفل مال هذا. الحين الشولدر يرفعه، ايوه طبعا ما عرفته، من انا عارفه من ريون جيسون، يعني جيسون ريون هذاك اللي انا توني اشوف الفيديو بصراحه، البارح بغيت اشوفه نمت ما قدرت. اوكي الحين هذا شنو اللي فوق، نشوف الايد اي كي ولا اف كي، واشوفه شلون بيحرك، بشوفه شلون يحرك. هلا باللوز، هلا يبا. تفجر الدراغون؟ خلي نجدم شوية. قاعد يسوي الاكسبريشن. لحظة بابا، I have a meeting. Okay. اقعد اوكي. تبي تتلحف؟ لا لا تتلحف، حطه هني، يلا حطه هني وتحط الكاميرا عليه عشان يطلع 3D، عشان يصير 3D. اي لا سكر 3D هذه، اي سكر هذه، ايوه الحين بعد بعد، شوف يقول لك he told you 24، ايوه now wait wait. واو لا اقعد هني الحين، اي خله خله، لا تجلس، خله على الارض. I have a meeting. يلا تعال تسند علي، مني تسند علي. ابو نواف، ايوه زي ما حكيت لك، زي ما حكيت لك. خليني اشوف، خليني اشوف اذا سواها غلطان، هو غلط اذا سواها. لحظه طلع هاي الدائره، شوف الدائره الثابته. لا لا لا، الدائره الاساسيه اول شيء حطها في المكان، اي حط له البوزيشن، بعدين استخدم الخصر بس. اما الدائره الاساسيه كانت بعيده حطها بال اشرف، الدائره الرئيسيه ما يصير عليها انيميشن نهائي. اطلع لا لا قصدي بس على البوز الاول، بس البوز الاول ارجع شوي وشوفه ابو نوح. البوز الاول عادي، وين ما تبي تحط الشخصيه هو. شوف الكنترول هذا الاساسي هو علشان تسوي سكيل لشخصيتك وتسوي البوزيشن الاولي او المكان الاولي. اي هذه مو مشكله، انا اقدر من مكانه يقدر، ليش رجعه هو من هناك، يقدر من مكانه يسوي الحركه. يعني ما في ستارت بوينت، يعني ما في ستارت بوينت محدده، لا انت ستارت بوينت اي مكان تقدر تسويها. بس انا قصدي انه هو الحين ما فهمت انا شنو حرك اخذ شيفت الايد والخصر. لحظه هذا كله هنا صار رسم مبنى خليج، بوم يجي يوقف هذا المكان. لحظه مره ثانيه انا هون، ايوه نفس مبدا هذا المبدا. اوكي يعني احنا هو شوف وداها يم البندول عشان يبي يمشي معاه بس، وهو عادي. اوكي حدد الكنترول كله حطك ايه. شوف من الخصر تحرك الايد، ليش ما يصير من الخصر تحرك الايد الا هو مسوي بيرنت الايد مع الخصر اتوقع. خلنا نشوف في شوف اذا سويت اي كي يطلع لك شغله بيرنت مع
الخصر يعني الحين شوف الخصر عين مع الايد اوكي خلينا نقول الحين هذيل الاثنين اي كي اوكي خلينا نشوف الخصر الحين ثابت معناته اي كي كلهم اي كي كلهم اف كي سوري معناته كلهم اف كي خلينا نرجعهم يعني والله ابو نواف انا بشوف منطقيا كلهم اف كي كلهم اف كي صح اي يعني ميت اقول لك حتى الرجلين من تحت حتى الرجل اي حتى الرجل حتى الرجلين من تحت ايوه ناخذ هذيل نخليهم صفر راح يصير كله الحين الخصر يحرك الكل ايوه بس هذا هو معناته هذا كله اي كي اذا نرفع هذيل الاثنين شيفت مع هذا روتيت شويه بعدين ناخذ هذيل هو شوف رفعهم بعد شوي اعتقد هو رفعهم ما يرتفعون يرتفعون العكس اوكي خلينا نسوي لهم روتيت عين احنا مو مشكله خلي روتيت كذي بعدين هذا شيفت مع هذا نسوي له روتيت اكثر بالطريقه هذه هني شيفت مع هذا اوكي ندششهم على بعض اكثر يعني كذي الحين الرقبه نفس الشيء ننزلها تحت الحين نقول له select all نقدر نحط له نقدر نحط له نسوي له سيت فوق بس طالما ادفانس سكيلتون تقدر تسوي له سيلكت من هنا يعني شخصيتك اذا ما كانت ادفانس سكيلتون تقدر تروح تقول له كرييت سيت كويك سيلكت سيت تعطي اسم اي اسم وتقول له اد تو شيلف راح يحط لك اياها هنا هاي يحط لك اياها وسماها AAA اوكي الحين هذيلا كل ما تطق طق طق برا طق عليه ياشر لك على كل الكنترول نعطيه هنا اس احنا ما نبي الكنترول هذا شوفوا انت لو تلاحظ حتى يشيله هو بالفيديو يشيله ما يبي عليه كي المهم نحط كي هني وني هني مثلا فريم واتيفر ناخذ اللي بالوسط ونروح كذي ونعطيه كي خلينا نشغل الاوتو كي الحين صار عندنا يتحرك بالطريقه هذه ممكن هني ما ادري انا الحين قاعد ارتجل ناخذ هذا مثلا نسوي له كذي لا زين هذا كذي هم لا زين ارجل هذه شيفت مع هذه هم ما يصير اوكي ناخذ هذا الرجل نسوي له كذي الرجل الثانيه نسوي له كذي لا يعني انا بسوي بس الحركه الرئيسيه هني يوقف وقف وين على فريم 16 يبتدي هذيلا يرجعون العكس ممكن كذي نبي هالبوزيشن هذا نبي هالبوزيشن هذا او هالبوزيشن مثلا ناخذ هذيله شيفت هذيله وني بالميدل ماوس نعطيه كي هني نكبر التايم لاين الحين راحت كذي ايوه نبي يستقر احنا باستقرار هني
نروح هني ونجي بالميدل ماوس نعطيه كي. يعني الحين خلينا نشوف يعني انا ما ادري شلون احرك هذا هني، لازم ارجع له. ابو نواف ايوه لا تنسى تحول من دي جي لبار. اي بس انا عندي سريع كنا ما ادري انا اي لحظه خلينا نشوف شنو حاطه انا. انيميشن سيتنج انيميشن دي جي اسوي بارلل عشان يفتح الجي بي يو اوفر رايد، وايد يساعد هذا بالسرعه. نقول له سيف. اوكي اوكي يعني بس لازم نعرف اي ريل تايم. اوكي بس لازم نعرف شنو ال انا طلع الكنترول اشيل هذا. اوفرلاب اوفرلاب بس للريل. طبعا هو اعتقد سوى الجسم كله، يعني هذا هني مو يجي كذي، حتى هذا الجسم هني حتى هذا يجي كذي. يعني خلنا نقلده شويه، خلنا نسوي لكم سوي كذي. يعني كذي يصير، لازم الجسم كله يصير قوس. الحين هو صاير كذي بالضبط، عندي صاير كذي بعدين كذي، فهو لا لازم يصير من البدايه قوس. زين شلون نلغي هذا؟ حطينا اوكي اريز. اوكي زين ماوس خلنا نرجع له، بس خلنا اشوف شلون سواها على السريع. هذا المكان هو حركه بلوك سوى من البدايه للنهايه. هو عمل هذا المكان نفس ما تعلمنا زمان، شنو نسوي له؟ اوفرلاب. اوفرلاب هلا هون في شغله، يعني هذا كله هلا صار رسم، ما بدنا نخليه بوم يجي يوقف هون، نخليه يعمل مثل شيء اسمه موفينج هولد. راح احكي عن الموفينج هولد بعدين، بس خلينا نعمل انه موفينج هولد على فكره هو الايز ان ايز اوت. كمان على يعني اكثر من محور رجع هون على الاكس اكسس، بعدين قدام كمان شويه اب اند داون لفوق لتحت مثلا. اي يعطي عشوائيه بالحركه، يعني لا تصير جامده كانها اله، يعطي كل الاتجاهات حركه. كمان شويه روتيشن، يعني انا ما سويت الراس، خلينا نسوي الراس مثلا. خلينا نقول حطنا نيك هني كي 16 يوقف هني، لازم هذا يصير شنو؟ إذا ستار أي هذا يصير كذي لازم. هذا يلف كذي. حلو. انا الحين ليش ما انا الحين ما سويت اوفرلاب؟ يعني الحين ده بنأشر على الارجل هذه، وما في عندنا كي الا هني وهني على الرجل من فوق والقدم، فخلنا نسوي شيفت للقدم. هذين الاثنين 1 2 3 هنشوف شلون راح يطلع. هذيل هني اخر شيء لازم ينزلون كذي، ونخلي هم بعد وحده غير عن الثانيه، هم يسوونها بعد كذي، يعني فريم واحد نصيرون في عشوائية شوي بينهم. أيوة
اي هاي الطقة مالت هذا. نروح هني ونشيل هذه ديليت، والثانية نروح على هذه ونقول له رايت كليك ديليت. اوكي يلا نشوف، يعني فيها يعني تلاحظ ان الريلين مو كل واحدة مثل الثانية. بعد خلينا نخلي الثانية توقف بعدها بشوي، يمكن بالغت انا شوية لان دشت الريل بالثانية الحين. ايوه قاعد يشون بالريل، بس احلى الحين نقدر هني هني قاعد يشون، نقدر ناخذ الريل هذه. وديها قدام شوية، طلعها قدام شوية عشان لا تحوشها. ممكن كذي، لا هذه هني غلط، أوفر. ممكن لازم نوقف على الكي بالضبط علشان نحرك. الوقفة الأخيرة غلط، هذا قاعد يرجعني وايد. نقدر نكبر شوية، نسحب لهني عشان يصير أبطأ شوي. بس يعني نلعب فيهم، بس خلينا نشوف الحين شلون سوى. هذه سهلة حلوة، نبي نشوف بس شلون حرك سوى قوس للجسم هذا. أكيد الكنترول عنده غير. خلينا نكمل بس شوي. اوكي ايوه نعرف السبب، بطل العجب. حلو، هني معناته هو خذ هذا ولفه. ليش اللي فوقيه نواف؟ اللي فوقيها، اللي فوقيها اكيد. لا ما افتكر، خلينا نشوف. شوف اللي فوقيها ما تصير. لا 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 شوف، هو حول اي كي معناته. لحظه، هو معناته الله ما يقدر يحرك هذه بدون ما يتحرك. شوف قاعد يحرك. يمكن في لحظه خلينا نشوف، يمكن في بالادفانس عظمه او كنترول غير هذه. يعني هذه هي الرئيسيه صح، هذه هي الرئيسية. زين هذه هذه ممكن، أيوة هي دي تتحرك، هذه ما تتحرك. بس نشوف هذه روتيشن، قاعد يسوي روتيشن فوق. زين ناخذ هذه، اي ما على الاقل احسن من ما احسن من ما فيش. هذه كذي هني هني نسحبها. نرجعها هني. هني نصفرها. نحطها زيرو. عشان ترجع مكانها.
يعني شوية أخذه. آه في مكان لازم نزيده هني هني طقت كذي ورجعت مني هني لازم نردها هني. أيوة هني ترجع يعني شوية ساعد هذا. بس في شيء ثاني بعد إحنا نبي شوف هو فيه هني بس لا طالما اي كي اف كي ما نقدر نحركه خلينا نشوف يمكن طافنا شيء منه. الراس مثلا شيء هون بدي اخلي يوم مثلا هون نحط كنترول كي عفوا ذكر شيء. شوف الكي معناته الكنترول اتوقع مخصص حق كذي بس لا طالما لا في شيء غلط بعد ما اجى حدد هذا الكنترول. اوكي ريحه شوي لهون شوف قاعد يلفه بدون ما يتحرك اللي فوق معناته في شيء. طبعا في عدة يعني عدة طرق كثيرة تساوي الانيميشن تساوي اي حركة. هذا المفروض ما يحرك اللي فوق. زين يمكن في اوبشن هني نقول ريندر كيرف لا سمبل ريت هذا لا لا هذا هني لوك ليج لوك سنتر بتوين فيت خلنا نحط هذا 1 خلنا نشوف ايش يعطينا. نفس الشيء زين نشوف هذا مره ثانيه خلنا نعطي هذا خلنا نشيل هذا الاثنين نشيل الكي اللي عليهم علشان نقدر نحرك مثلا نحط هذا 1 الحين خل نحرك نفس الشيء نفس الشيء. زين هذا في اوبشن هني ما في اي حرك بس اللي فوق. لا لا شوف شوف دققوا معي يعني شوفوا كلامي صح ولا غلط يعني فكروا معي الحين هو اذا هني حرك الجسم من اليسار لليمين بالكنترول هذا كل الجسم تحرك معناته اذا حركه مره ثانيه اكيد لازم كل الجسم يتحرك يعني هني هو شنو سوى؟ هنشوف بسيط لو تريني تعبير وش عم بيحملهم اوكي خلي تعبير الوش اوكي ماسكين بعض ماشي نزل الريل اوكي كنترول شيز لو سمحت امين بيقول لحضرتك حاجه على الشيت شنو واحد داخل واحد اي انا شفته بالادفانس قصدك هني هذا واحد داخل واحد ما في هذا كنترول الرجل هذا كنترول الرجل وهذا كنترول الخصر اللي بس يعمل روتيشن بس يعمل روتيشن وهذا يعمل روتيشن لكل الجسم وحركة لكل الجسم
هو قصده على علاء يا ابن وفاء على علاء. علاء اي هني في كنترولين داخل بعض. اوكي الحين يبين، خلينا نشوف. احنا لو نجيب الشخصية نفسها يتهيألي افضل. نفس مبدأ هذا المبدأ. لحظة الحين هذا غير البوزيشن ماله. يلا الحين خلينا نشوف شنو. شوف شنو زاح الجسم. لحظة زاح الجسم بالوسطي. هو عم يزيح هذا المكان نفس ما تعلمنا زمان. شنو نساوي له؟ مو بالأسهم زاحه، مش بالأسهم أسهم زاحه بالسيركل، لأن في اثنين كنترول. نفس ما قال أمين، في اثنين كنترول، في كنترول أسهم وفي كنترول سيركل. نفس الأدفانس سكيلتون في كنترول هني لو نلاحظ، في كنترول أسهم وفي كنترول سيركل، هو نفس الشيء عنده هناك. خلينا نشوف نكمل بس شوية. شوف الحين مسك السيركل، خلينا نقول مسك السيركل حرك الجسم كله. اوكي شوف قاعد يعطي عشوائية بين الكيات، لو نلاحظ هني وين قاعد يحط العشوائية بين الكيات. بس بشوف انا خسر متى يحركه بالأسهم ممكن. اي صح نفس ما قال امين صح. خلي الرجلين خنطوف خنطوف خنطوف. ايوه بس خلاص معناته الرج هو مساعده. احنا عندنا الرج موجود. وين الرج موجود؟ انا ما عندي يعني. أبو نواف أيوة ما في له حل تحليه إيش بنسميه سويت سكواتش ما بزبط على الخصر ده تحوله سكواتش. لا مو هو الحين اسمه إحنا قادرين نحرك الوسط هذا الوسط هذاك الكاركتر هذاك في حركة الوسط هذا شوف هني ما في حركة في بس تويست وما في شيء ثاني يعني هذا لكل الجسم والسيركل ايضا لكل الجسم للجسم الفوق يعني لازم فيه يكون اوبشن يصير يعني هذا فيه حركه ما نقدر نحرك بعد لحظه خلينا نشوف هني في شيء ام فينجر بند كلهم اون اي خلنا ننزل الشخصية بس شوف كلهم اون ما فيهم شيء وينه لحظة وينه فري داونلود انا عندي اياه عاد توني تذكرت اتوقع عندي اياه هني ليه صغير كاهو فتح خلاص هذا شنو الصورة ها هذا ال description اوكي خلينا نقول extract to desktop ماشي يعني الحين نقول له open desktop
اوكي كنترول اعتقد يطلع هني هذا اي اوكي فيشل اوف ديفورمر اوف ما نبيهم هيد اكستراكت اوف ما نبي هذا لا اون اون هذا خلينا نحطه 1 اون فيشل ما نبيها فيشل ما نبيها حاليا خلينا نشوف هذا شنو وين الكنترول في احد عنده فكرة في اللاير ابو في اللاير في اللاير اوكي اوكي عادة يصيرون كنترول هني اوكي ميد اوكي مو هذا هذا الليفت والميد والرايت اوكي بس خلينا نتاكد من هذه صح في سكواش شوفوا في اسمه حلو طيب الحين هو هذا اي كي خلينا نتاكد منه مو اي كي معناه الترانسليت هذا اف كي شلون نعرف لانه ما يصير الا روتيت ترانسليت ما يصير فاكيد في مكان نقدر نحوله بس الحين طالما احنا هذا ليش هذا اي كي هذا اي كي مسوين الاثنين واحد اي كي واحد اف كي فشلون نرده نرد اعتقد هذه اي كي ويت خلينا نحطها زيرو لا ما تحولت يمكن هذه ليفت ورايت اوكي سويناهم احنا بس التحويل الاي كي الى اف كي من مكان ثاني اعتقد من هني ازعجنا هذا قولوا قولوا ابو نواف اللي فوق الاصابع اللي فوق الاصابع ممكن لا هاي اصابع بس هو عادة يكون هني يعني يمكن هذا ممكن هذا ممكن هذا عند الرجل صح اي اي صح تحت 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 اي هذا اي كي حط اف كي ايوه هذا صح الارم والليج الارم والليج راح يصيرون كلهم اف كي ايوه صح هني اف كي اوريدي هني نقول له اف كي ممتاز الحين اذا نرفع هذيله نفس ما سوى هو الطريقة هذه وناخذ الكنترول شيفت مع هذه نرفعهم فوق الطريقة هذه اوكي ناخذ هذا مع هذا ممكن ما يصيرون لازم يدوي اوكي والهيد ينزل لقدام والعين تنزل لتحت في رقبه بعد اوكي هذا الكنترول كله مفروض يا سلام حلو نرفع شوي فوق بس عشان ننزل الأرجل هذه روتيت لتحت فالحين ناخذ هذا المين نحط له هني كي ونروح على 16 ما أدري ليش مصر على 16 حط هني كي صار لنا كذي أوكي الحين هني بالفريم الثاني هذيلا
خلينا نشوف يصيرون مع بعض ولا لا، ما يصيرون. اذا نخلي هذا كذي وهذا كذي. ما سوينا كنترول حق هذا كله، نسوي سيلكت حق كل الكنترولز ونحط له ست كي هني، كرييت ست كويك اد تو شيلف. اوكي نحط له كي نرجعهم. ناخذ select نحط هني key بعد هني الحين نجيب هذا نفس الشيء نحركه شوي. ناخذ كنترول هذيله اللي تحت بالميدل ماوس نحط كي هني خلينا نشوف يصير. ايوه نبي هذه هني صارت هني. اوكي الحين هذه نفسها الميدل ماوس واحط كي خلينا نشوف. اوكي وهني تقريبا بالنص ميدل ماوس بعدها بشوي نحط لك كي بس علشان ترجع مكانها. اوكي الحين عاد هني راح وايد نقلل شويه سرعته. ناخذ كل الكيات نعطي كي هني كل الكيات كي 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 حلو. الحين ناخذ هذا هذا مو مصفر هني بالنهاية خلنا نصفره. اوكي وهذيلا نعدلهم شوي. اوكي الحين هني وقت الانطلاق اخذ الكل هذا يمكن يبي له كذي شوي قاعد ينطلق قبل لا حلو. اوكي هذا صار في anticipation شوية. اوكي الحين هني بس هني انا اعدل على هذه ابي لف اكثر اللي مساعد ندورها كنا. ايوه
وشوية هني أكثر. هني نصفرها أي لأن هذه إحنا يمكن ما خديناها. أيوة أفضل بكثير. نشوفها هنا. هني المفروض هني ب16 يوقف، معناته هذه كل الكيات اللي بعدها ما له داعي ان النبي يوقف هني احنا. ايوه الو. هلا حبيبتي. اوكي يدري يا بولي يا شوي قال لي ابي اتحلف. يلا يبي يتلحف. ما ادري عنه نزل تحت. باي. يعني شوية الحركة هني يمكن هدأ أكثر شيء. هني غلط، هذه الحين لازم نتحكم بهذه شوية. يعني هني اوكي، هني لازم ترجع العكس. اي سويناها العكس. اوكي هني هني العكس شوية. هني اوكي اوكي تقريبا تقريبا اوكي. نشوفها ما ليش هدت هني شوية. يمكن ترانزليت واي هي اللي شوي يبيلها. هني نعطيها صفر. اوكي حتى هني صفر. ايوه لان ما تم ضغط اكثر وايد. بس هني انا حاس انه قاعد توقف. لحظة. معناته هني فل ستوب كي وهذه اوف. تنشال ان شاء الله ظني صح. اوكي صح. نتلف شوية. إن شاء الله هذه في شيء غلط ما أدري شنو هو. هي بس بالنهاية حاسس إنه في شيء غلط. هذه فيها شيء غلط. قاعد توقف غلط. يمكن يبينها شوية كذي. لا هذيلا غلط الاثنين. هذا يتصفر. في غلط حلوها عاد. خليني أتدرب عليها، هذه أول مرة أسويها. ف
فخلينا نتدرب عليها وان شاء الله نضبطها بالحلقات القادمة ان شاء الله. الحين هذه العين يعني بعدين الشغلات العادية هذه. بس في سؤال ثاني فيا ريت نتدرب عليها ونشوف شنو نقدر نسوي. شوف نتائجكم، لا تطيرون على الوك سايكل. تبون ناخذ شوي وك سايكل؟ ناخذ شوي وك سايكل. الوك سايكل طبعا بالادفانس سكيلتون ما يبيله. ناخذ هذه نشوف شلون على السريع بس ننزله شويه. طبعا انا احب الارقام اخذ علشان يعني يصير عندي شغلات. اوكي ناخذ سيلكت اول هني، نعطي كي. طبعا اول شيء لازم نسوي البوزيشن مالنا، ننزل شوي. نزل الحين 0.4 ناقص 0.4 ناقص 0.4 و 24 لازم يصير نفس البوز الاولي. خلينا اول شيء نسوي البوز الاولي هذا هني، نرجع شوي ورا. ومثل ما قلنا الرول نسوي بالطريقه هذه. خلينا نشوف كم، خلينا نحطه 3.5. وهذا نجدم شوي قدام والرول العكس راح يصير ناقص 3.5. هنشوف ناقص 3.5. اوكي بما ان الرجل اليسار للامام، هذا الحين لازم حفظ عاد. ان شاء الله اتذكر كل شيء انا. هذا لازم يصير روتيت ناحيته بالطريقه هذه. هني شوف لو نلاحظ سويت تراجع، لو نلاحظ ان الكتف قاعد يلف معاه. في سكريبتات هذه الكتف يثبت، فاتوقع في شيء هني. هذا يمكن اي هذا، خلينا نشوف اذا في. ما في ايم، ما في يعني، في المفروض يطلع هني بالكنترول انه يثبت ما يتحرك. اتوقع كان في، اتوقع ما ادري، ممكن هني بالمين شنو اسمه هو، فينجر بند ارو ما ادري والله. يمكن هذا لا. يعني لازم هذا ما يتحرك. عموما الحين خلينا نشوف شلون تنحل. يعني هذا يروح شويه اتجاه، هذا يروح اتجاه الرجل اللي للامام، الكتف يروح العكس. خلينا نلفه من هذا كذي الطريقة هذه. خل ننزل الايد طبعا مثل ما احنا عارفين ذا الرجل اللي قدام عكس هالايد تصير. نرفع هذا شوية بس عشان نكسر الايد هذه تصير للخلف. هذا وقت الحين، هذا يروح شوي قدام وهذا يروح شوية ورا. الحين عندنا خلنا نقول هذا البوز الأولي. خلنا نكسر إيدي شوي.
خلنا نقول هذا البوز الأولي، ما أدري إذا ناسي شيء أنا ولا لا، بس المهم أي هذا البوز الأولي. نأخذ select all نعطيه key ونروح على الفريم الأخير 24 أو 30 أو يعني على حسب، إذا سريع الخطوة يكون أقصر، إذا بطيئة الخطوة تكون أكثر فريمات. الطبيعي 24 اللي هي ثانية، كل خطوة ثانية. خلنا نحط هني هم أس ثانية. بالمنتصف 12 نسوي هذا الحين الميرور. الميرور نقول له بالميرور أوبشن بوكس نقول له سواب أول سواب، سوى العكس. نأخذ select all ونعطيك إيه. هو أنا حاطه أوتو بس أحب أعطيك إيه أنا. المهم خلينا نشوف الحين شون، هذه هي الحركة المشية لوب بالطريقة هذه. الحين عاد تعديلات بالمنتصف رقم 6 نلاحظ. أنا أبتدي من ريل، أحب أبتدي من رجل. نأخذ الاي كي مال الرجل هذه رقم 6 طبيعي ترتفع لي فوق وتعطيها الروتيشن شوية. ونروح هني نزلت صح اوكي. هني على طول بس تحوش الارض على طول فريمين، مرة تسوونها فريم بس انا حاب اسويها فريمين. نسوي روتيشن زيرو عشان الروتيشن والرول، يعني الروتيشن ما في. الحين نحط الرول هذا اللي نلاحظ، حطه صفر راح يطق بالارض. الحين نلاحظ شوف اوكي مسكت. الى قبل لا توصل بفريمين هم لازم يصير زيرو. هني هذا اللي يصير لينير، يقول لك لازم يصير لينير عشان يمسك بالارض. ها ماسك بالارض وارتفع على آخر فريمين، يرتفع يبتدي حق الحركة الثانية. لو نشوفها في فرق بين هذيك وهذه. هذه الحين بعدين هذه الحركة هذه لازم نسوي لها لينير، بس نبي نحرك الحين هو لوب بمكانه، بس نبي نحركه من مكانه لازم تكون هذه لينير. إذا رحنا على جراف إديتر بس أعطيكم فكرة سريعة. وين الجراف؟ فينك الجراف؟ وينه؟ كهو. إذا رحنا على هو شنو عندنا؟ translate y. نلاحظ هذه الكيات منوتة هذه. بالنهايه هني يصيرون هذه لينير، لازم يصيرون اللي هي ندوس له هذه، وهذا يصير بالبدايه ما في مشكله اذا فيها ايز. نلاحظ الحين هذه اوكي هني مسك بالارض اوكي. خل نسوي الرجل الثانيه نفس الطريقه، بس الرجل الثانية ما تبتدي من الأول، تبتدي من النهاية هني. فيصير شنو بالبداية أول فريمين تطق بالأرض. أسكر هذا اللي هي الرول يصير زيرو، طق بالأرض طق يمشي 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 ليه قبل لا يوصل للشيفت. هم حطه صفر علشان يظل ثابت بالأرض، يعني المسافة هذه الرجل ثابتة بالأرض. نشوفها المسافة هذه بين الكي هذا والكي هذا، الرجل ثابتة بالأرض بعدين تبتدي تعلق. خلينا نشوف شلون. نفس الشيء ما رفعنا هذه على هني، هني ورا هي أوكي، بس تبي تيجي قدام إلى الأمام هني بالوسط نرفع نفس الشيء ونسوي له روتيشن. اوكي الحين في نقطة ثانية، طبعا ما يخلصون النقاط، نقاط كثيرة. الحين هذا دائما الجسم يرتكز على الرجل اللي عليها
الخطوة. يعني الحين خطوتنا الارتكاز على هذه، شوف لو نلاحظ هذه مرتفعة، الارتكاز اللي يصير على الرجل هذه، فدائما نسوي ترانزليت عليها كذي الطريقة هذه. شوف نلاحظ الحين خده شوية يسار، الحين مني العكس صار ارتكاز على الرجل اليمين، ندزها شوية عليها. فنلاحظ الحين الطريقة هذه. هني في شغلة نسيناها كالعادة، هذه هني قلنا الرجل، إذا الرجل اليمين، إذا الرجل على اليسار سوي روتيت على اليسار. طبعا إذا سويت هني كي لازم تحطه هني بالنهاية، إذا حطيت من الأول كي يعني غيرت شيء لازم بالنهاية تغيره بعد. بالميدل ماوس نعطيه S، بالمنتصف هني يصير العكس، يروح عليها وهكذا. الحين اي الحين في نقطة بعد، الحين لو نلاحظ انه قاعد يمشي ما في فوق وتحت، فدائما وين متى يصير فوق؟ بالنص، نقطة الالتقاء هذه. فهني ناخذ الرئيسي نصفره، نقول له لو حطينا 0.4 نحطه صفر بالمكان هذا، صعد لفوق، هذا مكان فوق، هني نزل، هني نفس الشيء يصعد فوق، هم حطه صفر. خلينا نشوف شلون يصير. لاحظ انه up and down فيه، وفي shifting يمين ويسار، والكتف نفس الطريقة عكس الهب، يسمونه الهب الحوض. الحين الايد، الايد فيها الاوفرلاب يصير اوفرلاب عاد. هو لان الحين FK مو IK، انا محوله FK الحين ما اقدر. خل اسوي السويتش يصير معانا، خل نشوف سويتش. اي انا تهني هم نقول له سويتش. نشوفه، لا مو عدل مو عدل. المهم خلنا نرجع تراجع، طبعا مو كذي وظيفته السويتش، السويتش بالانيميشن الكامل تحرك. المهم الحين انا اقدر احوله، الحين عادي احوله عادي مو مشكله، احنا ما سوينا اي انيميشن عليه، بس راح يروح تروح الحركه اللي على الكنترول هذا لان عليها انيميشن. نلاحظ ان في انيميشن على الكنترول، بس خلينا نشتغل اف كي، خلينا نشتغل اف كي. الاف كي هني خلينا نحط هذه، فيها مبالغه شوي، لا كذي. قلنا إذا غيرنا بالفريم الأول نفس الشيء نغير بالفريم الأخير، فنحط ميدل ماوس نطق طقه هني ونضغط له S، وإحنا مأشرين على الكنترول. هين كذي إذا جاء لهني هذه راح يصير كذي بالطريقة هذه، هني أوكي، هني راح يصير هم كذي، وهني بالمنتصف راح يرجع لي ورا الطريقة هذه. خلينا نشوف الحين الأوفرلاب، شوف نلاحظ الإيد الكف، كف الإيد صار فيه شوية دايناميك، شوية دايناميك. خلينا نسوي هذه بعد، هني نفس الشيء، هذا راح يصير يرفع فوق شوية، نفس الشيء ميدل ماوس على الفريم الأخير نعطيه S، نرجع هني، لا سوري هذا لازم يصير ستريت صح، ما في روتيشن، هنعطيه صفر، ونروح هني على آخر فريم نعطيه صفر.
اوكي عشان يصير نفس الشيء. فهني اللي نعطيه الطريقة هذه عشان شنو ياخذ هني راح يصير العكس هني هذا نفس الشيء هني راح يصير الطريقة هذه وهني بالمنتصف راح يمشي للخلف. خلينا نشوف يعني هذه فكرة الأوفرلاب. إنه ما يصيرون كلهم بنفس الوقت يتحركون، يعني في فرق بين ال هاي الكنترول بين الإيد هذه والإيد هذيك. يعني هذا الكونسبت، هذا هذه الطريقة طريقة دراستها. يعني إنما بعدين عاد كل واحد وشون عنده إحساس يصير وين يحط الكي ومتى يسوي الأوفرلاب. يعني يمكن أنا مبالغ فيه شوية، مبالغ بالكف شوي يعني باليد. في سؤال ثاني، في استفسار؟ أنا تقريبا هذه حركة أغلب أغلب الحركات اللي المفروض لازم تكون موجودة. يعني إذا بذلك ننهي الميتينج. ان شاء الله راح ارفع السكيلت. والله قناتي صدق انا حايسها بصراحة، ما ادري عنها شيء. مسكها جزاه الله خير سامي بصراحة، رتبها وحط سوالها جروبات ومجموعات يعني، وهذا والله ما ادري. بس اتوقع بال يمكن ادفانس كريتون لها مجموعه لحالها او مع الانيميشن، ما ادري. ادورهم لا الادفانس كريتون والله انصحك فيه بصراحه. سكريبت والله اهو، شوف اللي يحرك على اي رق يقدر يحرك على اي رق، ما في مشكلة ترى بالرق. يعني شوف مثل ما شفنا تو الحين انه رق دفان سكريتون ما في لهذا الوسط، تلقى كذي الاختلافات. بس يعني مثلا بالسلاب اون في حركة ان اقدر احرك الرجل هذه، فيها هني حركات، هي نطفي الاوتو. في هني مثلا تو هذه، نلاحظ انه شوف تصعد وتنزل هذه بالسلاب وايد حلوه. وفي مثلا الرول تلقاها مو موجوده بكل مكان. بالسلاب الحلو فيها يعني شوف هذه الزاويه هذه، انا مثلا ابي ما ابي الزاويه هذه، ابي اكثر تصير قائمه. بالسلاب في رقم تحط تزيد الرقم الزاويه، نقص رقم الزاوية. يعني كل سكريبت تلقى فيه ميزة. إنما يعني أنا الأدفانس كريتون يعني بصراحة شفت كل شيء فيه. يعني هذه اللي هو سواها هناك هني حرك الهب، هذه كرتونية يعني 300%. يعني اوفر ستريم مثل ما سماها هو، هذا ستريم انيميشن. يعني بالجسم الحقيقي هذه ما تتحرك، عرفت؟ يعني يستعملونها بالكرتون القوي. يعني يعطيك العافيه اول شيء. بس في اللي بيسالوا عن الرقات والاشياء، في شغله بدي احكي لكم كثير مهمه.
انتوا لازم تتعلموا ادفانس سكيلتون لسبب عمر قنديل اقوى من الانيميشن كلياتنا صح، ومع ذلك يمكن صارت عليه هسه الحركات اللي بعملها ابو نواف ادفانس سكيلتون لانه صار محكور بمجموعه الاي ايمنت. وهذا السؤال اول ما شفت عمر قنديل بقاعده بالكويت مع ابو نواف سالته هذا السؤال، حكيت له انت قادر تعمل الادفانس سكيلتون اللي بتعمله في الاي انيميت؟ قال لا لسه بدي يعني ادخل في الادفانس سكيلتون واشوف ايش فيه. طب انت عندك شخصيه جاهزه لك يعني مش لاي انيميت، شو راح تعمل؟ فانا ما اي يعني انتوا تفهموا مبدا الادفانس سكيلتون هو نفس الشيء بس انكم تشتغلوا عليه، انكم راح تعملوا الريج تبعكم عليه وراح تعملوا اكشن عليه. ولا نواف؟ صحيح صحيح. يعني شوف، هو ممكن يكون يعني الكنترولز الرئيسية موجودة بكل الرقات، بأي رق في كنترول رئيسي، بس تلقى مرات كنترول يفيدك بمكان وما يفيدك بمكان ثاني. إنما الأدفانس سكيلتون في يعني الكنترولز اللي فيه تقدر تستعملها بكل شيء، تقدر تستعملها بكل شيء. يعني الستريم هذا اللي توه صارت هذه اتوقع لها حل بس احنا ما نعرفه، بس جدا جدا قوي الادفانس سكيلتون، جدا قوي. فانت تتعلم على الريج ما راح تستعمله بالنهايه، شنو الفايده؟ الادفانس سكيلتون لا، تقدر تركبه على شخصيتك خلاص، تقدر تحركها بالهذا. انما اذا انت تعرف تحرك على بس ريج اي انيميت، شنو راح تستفيد؟ انت بتروح شركه مثلا او عندك شغله تبي تسويها على رق ثاني، راح تتوهق كذي بهالحاله. فافضل انك تتعلم على رق في كل الميزات. يعني ولا تنسى امين شباب انه ادفانس سكيلتون ريجنج، يعني هو ريجنج وانيميشن نفس الوقت، يعني بتعمل ريج تبعك عليه وبتعمل الانيميشن عليه. يعني ما يفيدك انك انت تجيب شغلات وتعمل عليه، يعني شو استفدنا؟ هذا بتعمل الريج عليه وبتعمل انيميشن عليه. فلازم هذا تتعمقوا فيه، لازم تتعمقوا فيه لانه ريجنج وانيميشن مع بعض. صح صح. الله يعطيك العافيه ابو نواف، ما قصرت يا حبيبي. الله يعافيك. بس ارفع لنا هذا الفيديو، ارفع لنا الفيديو هذا اليوم يا حبيبي. اي يلا الحين نرفع. ماشي شباب. ماشي يا شباب، الله يعطيك العافيه. شوف تطبيقاتكم ان شاء الله. ان شاء الله يا صديقي، ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.